بروفيشنال دايجنوزس بقى. بتقدم على تاسك بوزيشن او الوظيفه اللي انت رايح فيه، بتاخد سنه تدريب بعد كده بتخش على طول على جنرال ريجستريشن. انا بتكلم على الليمتد اللي هو الام سي كيو بس. انت ستيل بالام سي كيو تقدر تعمل اي تاسك بوزيشن، ما تحتاجش 3 سنين خبره. انا بتكلم 3 سنين خبره للجي بي يا جماعه، اللي هو جنرال اللي هو فاميلي ميديسن، اللي هو دكتور قاعد في العياده بيجيله ناس. لكن بوست بوزيشن لا، ممكن بالام سي كيو لوحده هتلاقي. طيب بس بعد اذنك هو يعني احنا دلوقتي متخرجين جديد، تمام، ناخد الاي ام سي والانجليزي صح؟ تمام. وبعد كده هنسافر هناك. اسمك ايه طيب؟ ايوه. بص بص يا دكتور ايمن، انا عايز اقول لك حاجه. انت اصلا لما تتحط على الام سي تمام ورقك يخلص وتاخد الاي ام سي والنتيجه تخلص تاخد الخبره سنه وتاخد الانجليزي على الاقل حاجه سنتين. اقل حاجه؟ اقل حاجه سنتين. ده نتكلم في الكورس الطبيعي يعني سنه ونص سنتين. تمام. ليه؟ الامتحان انت مش هتخاطر ب 50,000 جنيه على الارض. انت لازم تبقى جاهز واخد كورساتك ومجهز نفسك ومصدر دماغك وعارف انت بتعمل ايه. تمام. انك مش تخش انت روح لاني فلوسك كده انا هجرب يا جات يا ما جاتش. تمام. انا جهزت الاي ام سي، اخدت كورس حوالي 6 شهور. قعدت معاه سنه 3 شهور تاني ولا 4 شهور خلاص بقى كده احنا فهمت الدنيا ماشيه ازاي وفاهم الاسئله ايه دماغه. خلصت الحاجات، رجعت الماتيريالز بتاعتي في سورسات. انا عملت نفسي زي كورس ليا كده، انا مجهزه للمذاكره، عارف ايه اللي بيتسال فيه حاجات المهمه. ان في الحقيقه بشوف مرتاح بتلاقي حاجه اسمها ريد فلاجز ويلو فلاجز. الريد فلاجز دي هو بيسال فيها بيتك عليها قوي في الامتحان، ان هي دي حاجات كريتيكال لو حد وقع فيها حاجه اسمها كريتيكال ايرور، انت كده هتروح هتموت الناس هناك. لكن حاجات الهيلو فلاجز هتقول لك مش مشكله انا ممكن اتغاضى عنها. لكن الحاجات اللي هي المهمه جدا ما ينفعش. يعني مثلا الحاجات اللي كانت موجوده في الـ في الـ في, الـ في الامتحان، واحده جايه تاخد اميونايزيشن لابنها والواد درجه حرارته 39، تعمل انت ايه؟ الطبيعي طبيعي كلنا نقول ايه؟ مش هياخد طيب؟ الحراره لا ما تقولش كونجكشن فوق 40 ده اللي بيعمل 40 39 39 احنا ما دام فوق 38 خلاص. ده فوق 38 احنا بنتكلم مش ده ممكن يخش معايا في برايفت كونفولشن خلاص. تديله؟ لا في ناس قالوا تدي في ناس قالوا تديش. قال لك اجل التطعيم مثلا اسبوعين. هم عندهم لازم التطعيم التافه حاجه يعني مهمه جدا عندهم عشان دي بتقلل الامراض. هم عندهم دماغهم ماشيه في البريفنتيف ميديسين. دي دماغهم. يعني الوقايه القرنيه العلاج هو ده اساسهم. طيب في واحده جايه مثلا عندها 40 سنه جايه تكشف عندك وهي ما اتكشفتش عند الدكتور قبل كده، عندها 40 سنه وجايه لك. من الحاجات المهمه فيها مثلا حاجه اسمها مثلا ان انت تقعد مثلا ايه الحاجات اللي هي الكريتيكال ايرور؟ الهيستوري مثلا اللي هو السكشوال هيستوري، منها مثلا انت تعملها مثلا تحليل سكر، تعملها مثلا كانسر اللي هو مثلا بريست كانسر سكريننج ولا باب سمير؟ باب سمير ايه؟ باب سمير تمام. عندهم هناك وانس ان البنت سكشوال اكتف لازم كل سنه تعمل باب سمير عشان خاطر السيرفايكال كانسر مهم جدا عنده. واحد مثلا جاي عنده مثلا عنده 50 سنه جاي لك بكل الكانسر خلاص او سوري 45 سنه جاله كل الكانسر وانت انت هتحوله تعمل له ريفيرال طبعا للسيرجري عشان يشيل يعمل كولونكتيفي ويظبط الدنيا. طب انت في حاجه مهمه جدا انت ما سالتش عن اخواتك 45 سنه ممكن عندهم فاميلي جيناتيك فاهم؟ واخوه ده لازم يعمل كل ست شهور كولونوسكوبي ويعمل سكرين. دي دماغهم يعني دي الدماغ اللي ماشيه بتاعت استراليا. في حاجه ثانيه برضو عندهم حاجه اسمها الكوست، هم عايزين يقللوا الكوست على قد ما يقدروا. يعني لو جالك مثلا عيان يقول لك انا عندي ابنورمال بين سيفير ابنورمال بين راجل، اول حاجه تعملها له ايه؟ احنا عندنا في مصر هنا دي الموسيقية على طول. وانت بقى حاجه سرير بقى وانت مش عارف توصل لحاجه دي الموسيقية هناك رقم واحد الترا ساوند على طول. حتى لو مش شايف حاجه كبيره الترا ساوند
ممكن يقول لك ممكن ننسي حاجه في الالترا ساوند يبقى خلاص خلصنا. السي تي هناك ما عندهمش السي تي زي عندنا هنا في 100,000 مركز في مكان، وعشان يعمل سي تي هيسافر اميال 3-4 ساعات بالطياره ممكن او بالعربيه. دي برضو الدماغ اللي ماشيه معاها. اسئله تاني؟ طيب دكتور، هو بس الكورسات في كذا كورسات، انا كنت بدي كورس في كونكت، كنا في كورس ثاني بيتاخد في مركز ثاني اسمه سكور. في كورسات هي فايده الكورس مش بيديك الاسئله جايه ازاي، هو تفتيح دماغ، تفتيح دماغ، بتعرف بيفكروا ازاي. والكورس بيفيد كمان دكاتره صغيرين طالعين، يعني هو طالع احنا كنا طالعين من البكالوريوس ميه ما اعرفش اي حاجه خالص. فالكورس ام سي او الكورسات عموما بتاعت الطب بتفتح الدماغ، بتخليك تبقى دكتور شاطر في مصر الاول عشان تروح هناك تثبت نفسك، هي الفكره. في كمان تاني كورسات مهمه بنصح الناس الامتياز ياخدوها، ادفانس لايف سبورت مندات يعني تروح هناك. لا ده بيزك ملوش لازم خالص، بس يجي باي جنب مرضين جنب الادفانس لايف سبورت مرمي في السي في عندك، يعني هتلاقي اصلا اسئله الامرجنسي كلها موجوده في الاي ال اس في الادفانس لايف سبورت. ده مهم جدا. اسئله ثانيه يا جماعه اللي نسيت بس. الواحد ياخد الكورسات بعد ما اكون ذاكرت وخلاص داخل على الامتحان ولا من الاول خالص؟ طبعا طبعا في الاول طبعا. انت عارفه تذاكر ايه اصلا؟ تعرف تذاكر ازاي؟ يعني مش هقعد اذاكر الحاجات البيزك واجيب الكتب وكده ولا ابتدي معاهم؟ يعني مش مجرد نظام الامتحان. هي الفكره هتذاكري غلط، هتضيع وقت على الفاضي. هم ليهم طريقه كده في المذاكره، هو انت مش هتذاكري، انا مش هفتح كتاب مثلا كان عن شمس معايا طبعا كتير. عن شمس فاوديك انا برجع ناس دكاتره اسامه دكاتره كتب البطله اسامه تفتح مثلا نفرولوجي وذاكري ديزيز 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 كده مش كده خالص. هم عندنا النفس ده الامر بجد، هم بيتكلم عن سيمبل. يعني مثلا واحد كبير جالك بديليريا هتذاكر ازاي؟ هتذاكرها ازاي؟ لو انت بقى مثلا لو انت مثلا عارف تفكري ازاي بس مثلا ديليريا دي مثلا دروجز الكحول تقسميها ايه؟ ايرز عنده مثلا عنده اوبيتس ميديا الراجل الكبير فعمل له مثلا انفكشن فمؤثر عليه بيخليه ده مثلا ال في ديليريا دي لونج لونج انفكشن شيست انفكشن نمونيا اور رينال انفكشن رينال فيلير. انت بتفتحي دماغك بتفكري بطريق الدكاتره مش لسه الاندر جرادويت بس. ايه تاني؟ وزاره كومبتنت اصول كومبتنت اصول كومبتنت اثورتي. اه ماشي. الام ار سي بي الاستاد الوحيد هنا واحد ينفع يسافر بيها هناك ولا لازم تريننج؟ انت معاك ام ار سي بي؟ انا معاك فيرست برضه. بس اقول لك حاجه، انت الام ار سي بي ما تخش كومبتنت اصول، انت خلاص الام ار سي بي لو انت خلصت الفيرست فعلا. خدت فيرست امتى؟ قريب. يعني من امتى مثلا؟ اديني شهر مثلا، يعني بقالك 6 شهور مثلا؟ اه. فلو انت معاك الام ار سي بي فيرست، انت كده في نظر انجلترا صاحبه الام ار سي بي انت ما معكش حاجه. بدل ما خلصتش الثري بارتس ما خلصتهمش ما معكش الشهاده انت مالك؟ يعني مش هيعترف بيك هناك، هتقدم هناك في اللي مثلا معاك انت في الكومبتنت اوثورتي هقول لك بس انت المفروض تخلص الام ار سي بي مثلا ايه في ظرف سنه. عشان اديك تريننج سنه واديك واديك الريجستريشن بتاعك. يعني كده الواحد لما يخلص خالص لا انت لو خلصت خالص خش سبيشالست نوت كوري دي سكه ثانيه بقى. انت راجل اخصائي رايح هناك تشتغل بالشهاده. الشهاده يعني الشهاده الانجليزيه معاك؟ ايه؟ التريننج طبعا مش فارق معايا. مش فارق معايا انت مش رايح هناك انت مش بتقدم عشان تاخد اللايسنس. انت لو معاك سنه في انجلترا او سنه في اتحاد اوروبا هتروح هناك تشتغل في استراليا من غير اي حاجه. تقدم انت معاك سنه تدريب وده بتطلع جنرال ريجستريشن وانت رايح. لكن بتكلم انت واحد احنا مثلا كدكاتره معانا الام ار سي بي كامله وعايز اشتغل هناك بقدم على سبيشالست باثوي. بروح هناك اقول لهم انا معايا الشهاده انا اخصائي. قال لي طيب خش بقى في سكه السبيشالست باثوي وامتح لك امتحان سبيشالست. نجحت فيه هديك حاجه اسمها بروفيشنال ريجستريشن. ايه بروفيشنال ريجستريشن؟ بديك تصريح عمل بس لمده سنه تدريب مش تدريب انت باين بتاخد فلوس زيك زي اي حد بس انا تحت الملاحظه تمام؟ اروح مديك اقلب لك البروفيشنال ريجستريشن جنرال ريجستريشن. عشان يدخل مع اي شهاده الكلام ده؟ لازم عشان يدخل السيشن في الباسوري لازم يبقى معايا ام ار سي جي ولا ممكن ماستر عادي بيذاكر ماستر مصري؟ اه ما فيش حاجه مثلا يذاكر يدخل فيها السبيشال باسوري يمتحنوا برضه؟ اجنبيه ماستر انجلترا بقول لك درجه جنوب افريقيا لو انت معاك منها اي حاجه
معترف انت لما تخش على الموقع ان شاء الله تجيب مسجله وتبص كده في السبيشالست باس واي في الحاجات اللي هو معترف بيها هتلاقي ماليزيا هتلاقي جنوب السودان هتلاقي حاجات في غينيا واحنا مش معترفين باي حاجه خالص اي كليه في مصر اي مش معترف بمصر بوست جرادويت في مصر حاجه ثانيه انتوا عارفين ان في ايرلندا معترف بالامتياز السودان من السودان تقدم عشان ريجستريشن على طول ما لو انت لسه ابتدائك انت معاك فرصه كتير على السودان يعني خد لك الامتياز بتاعك هناك تقدم على طول عشان ريجستريشن في ايرلندا فتخيلوا الموقف بقى احنا كمصريين في مصر انا رايي اللي عايز يقعد في مصر ولسه مش عارف مين سي بلاد مش عارف مين لا انا رايي لو انت عايز تقعد في مصر سنتين ثلاثه اربعه خمسه ولسه ما استقرتش على موضوع السفر خد لك شهاده اجنبيه ام ار سي اس ام ار سي بي ام ار سي او جي ام ار سي بي اتش الحاجات اللي هي زي تقييمه يعني من حيث انك عايز تشتغل في الخليج تشتغل عايز تشتغل في انجلترا هتعمل الايلتس وتسافر عايز تروح استراليا هتقدم على سبيشالست باس واي فتلاقي الموضوع مفتوح اكتر هو صحيح ان في ناس بتاخد التدريب في انجلترا سواء MRC الممبرشيب الناس هناك بعد ما بتخلص الممبرشيب بعد ما تخلصها بتاخد اللي هي الفيلوشيب بتروح على استراليا فيلوشيب؟ لا بالراحة الأول هو ايه الفيلوشيب؟ معاك الممبرشيب خمس سنين تدفع فلوسك زي الفل باشتراكاتك ولازم نومينيشنز من دكاترة هناك معاهم الـ FR يعني كان MRCB بنتكلم عليه دكاتره معاهم ال اف ار سي بي مش ام ار سي بي ام ار سي بي ممبر شيب فيلوشيب يعني انت بتدرس في الرويال كوليدج يعملوا لك نومينيشن ان انت شاطر وان انت كويس وهم عارفينك فابتدي يقدموا لك على الفيلوشيب الفيلوشيب دي ليها امتحانات وليها قصه كده طبعا دي بعيده خالص الفيلوشيب دي تعادل الدكتوراه المصري تعادل الدكتوراه حاجه كبيره جدا على سننا وعلى فاهمني ايه تاني اسئله تاني يا جماعه انا واحد متخرج جديد يعني لازم سنين خبره عشان تسجل هناك ولا يعني بالراحه بس انت عايز تشتغل ايه جي بي ولا شغل بوزيشن هوسبيتال لا مش محتاج بس يعني بس الامتحان ام سي كيو او تي طب هنتكلم عن او تي دلوقتي طب دكتور في صح في جاب بين يعني الاي ام سي 1 وال 2 لازم بينهم سنه يعني مفيش الكلام ده خالص يا عم انت لو شاطر خلاص الام سي ونجح قدم على ام سي كيو وخش بس الام سي كيو صعب مش اللي بتاخد له كورس ب 7000 دولار 6800 دولار في استراليا راجل كورس كلينيكال وينجح يا ما نجحش يعني الموضوع مش مضمون اسئله ثانيه يا شباب ان شاء الله اطول معلش هو الموضوع مش ممكن انت هتقدم هيبص في ورقك انت معاك جزء من المعادله هتكمل معاهم هناك هتكمل معاهم هناك في عندهم انت بتتكلم على مثلا ايه؟ على الرويال كوليدج اوف جنرال براكتيشنر اوف مثلا اوف فيزيشن بتاعت اللي هي بتاعت الام ار سي دي بتاعت انجلترا هم عندهم هناك الار اي رويال استراليان كوليدج اوف فيزيشن تكمل هناك ممكن تكمل مع الرويال كوليدج بتاعتكم الام ار سي دي لوحديها ملهاش اي قوه انت معاك فولت شهاده الام سي ام سي كيو اقوى منها بكتير طب دكتور ايه الفرق بين الاي ام سي والرويال كوليدج بتاع جنرال براكتشنر بتاع استراليا؟ الرويال كوليدج يعني زي عندنا كده يقول لك ايه مثلا واحد هيشتغل اخصائي باطنه تمام اخصائي على طول لكن الاي ام سي بتاعت النواب الصغيرين اللي عايز يبتدي طريق اللي لسه بيقول لك ايه بيشق طريق يعني زي في انجلترا مثلا البلاب والام زي الفلاب بالظبط كده تمام عن طريق بقى الاي ام سي كيو اللي هو تخش تاخد سبيشاليزيشن انت مع ناس بتقدم على الرويال كوليدج بتاعت مثلا الفيزيشن بتاعت السيرجنز بتاعت دكاتره النساء بتاعت الاطفال والكلام ده كله. اسئله ثانيه. ازاي ممكن اسجل فيها في دبي وتسجل ايه في دبي؟ يعني بعد ما تخلص خلاص ايه ام سي ام سي كيو كده؟ ام سي كيو بتاع شهادتك؟ تروح التمرين هناك تبع دبي هيلث اوثورتي هناك اللي هو انا معايا الام سي كيو. هو هتلاقي انت من الحاجات اللي انت دبي ليها معادله معادلتها غبيه جدا ان هم بيقعدوا يسالوكي حاجات مش بيسالوك حاجات دبي. انت بتتعامل هناك في دبي كل الناس يقول لك مثلا معدل مرض معين بتاع ناس من جنوب افريقيا ايه؟ شايف الدماغ بقى بعد الامتحان ضايع فصعب جدا انك تنجح فيه فالناس بتاخد اليوس ام ال اي او بتاخد الاي ام سي طبعا اليوس ام ال اي تاخد فيرست وسكند هتبقى طويله شويه ومحتاجه مجهود زياده الام سي كيو ام سي ام سي كيو بس بيديك يعمل لك اكزامشن الامتحان ويديك هناك ريجستريشن وتشتغل هو امتحان الام سي مش موجود في مصر
رحت دبي باخد نيابه ولا بروح اشتغل اصلا؟ لو رحت دبي الاماكن بتاعت الهند الصين تركيا اسرائيل انجلترا فرنسا امستردام ايه تاني في اليونان بقى وفي اليونان تمام وفي طبعا في استراليا يعني مفيش في مصر لا زمان احنا يا جماعه كان بيبقى 400 سؤال طب على 7 ساعات امتحان كان في ناس زمان اللي هو موضوع ان انا اقدم سمستر في كليه تانية واروح هناك وادور على جوب اوفر وبعد كده اعمل معادله هناك استراليا الاول في ناس كانوا بتروح مثلا هم اقدم على كليه تانية ايا كانت اداره اعمال او 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 ماشي بروح اشتغل في عيادات خاصه او ممنوع او ان هو يحضر معادله هناك لو قفشت في البلد كده نفس الطب باي صوره ان كانت في استراليا وانت معكش لايسنس انت بتتشطب من عندهم من بابا فوريفر ما بيتهمش انت لو قدم ورقه غلط وثبت ان انت عملت شيتنج وان انت زورت ورقه اتشطبت نهائيا مش هتشوفك سكت انك تروح هناك وتقدم على الجو وتقعد هناك بس هتخلص الاي ام سي الاول بس كيو خلص الاي ام سي بس انا هناك بقى تاجي معاك سنة تاني ممكن الواحد يبتدي يدخل على الرويال كوليدج على طول من غير الاي ام سي لا طبعا سبيشالست انستيزيا انصحك لو انت معاك سبيشالتي انستيزيا زمان مصريه بس ماشي بيها يعني لسه زمان مصريه هو في دلوقتي ماشيين في سكه ان الزماله المصريه معترف بيها شويه انك بيقول لك ان بس نتكلم على هيدرا مش نتكلم على شغل بمعنى ايه؟ انت بتقدم على هيدرا انك تقدم ورقك انك تاخد بي ار هناك وانت معاك مثلا بعض التخصصات لو في مثلا دكاتره سنه متكلفه وشغالين في وحده صحيه سنتين خبره تقدم بيها على هيدرا وحده صحيه مدير وحده صحيه سنتين تقدم بيها هناك على الهجرة بس مش هتشعر الدكتور بيه لازم خلاص برضه تمشي في السكه بتاعتك. وطلبت معلومه يعني مش معناه انت عملت هجرة انت بتشتغل هنا دكتور. انت عملت حاجه اسمها سكيلد اميجريشن. بس هناك لازم تمشي في ورق دي الاميجريشن دي طريق ومنظمه والشغل البطن دي منظمه تاني. يعني الماجستير المصري في التحضير مش مطلوب بيه هناك؟ الماجستير المصري في التحضير لا. تبدا من الاول تاني يعني. تبتدي من الصفر. طب المستقبل العلمي ليها هو اي طب بره مصر اي حته بره مصر احسن بكتير بصراحه انا بتكلم عن المستقبل العلمي مش المستقبل المادي العلمي هو علم وطب مادي انت راجل ليك قيمه دكتور يعني طبعا انتوا عارفين موضوع اللي بيحصل واحنا بنتضرب في المستشفيات والكلام ده كله انا افهمك حاجه بس افهمك حاجه العلمي وكل حاجه هناك اللي بيجي له على الدكتور او يقول له لفظ 14 سنه 14 سنه سي وفعلا الاعلانات موجوده ده الموضوع العلمي انت هناك حاجه اسمها سي بي دي او كونتينوس بروفيشنال ديفلوبمنت هو هناك انت غصب عن جوزك بالبلدي كده انك لازم تكمل تعليمك وتكمل دراستك كورسات تقدم على لو انت مثلا فاميلي ميديسن تقدم على الفيلوشيب معاك الاف ار لو انت شغال في هوسبيتال بوزيشن لازم تكمل تبع نفس الريال كولج اللي انت شغال فيها اذا كان انت مثلا دكتور بطنه تكمل في الار اي سي بي دكتور جراحه الار اي سي اس لازم تاخد الفيلوشيب والممبر شيب بتاعتهم هناك عشان بعد فتره تبقى استشاري وهناك كله بيشتغل از وان تيم يعني زي انجلترا يعني بالظبط نفس الفكره اي المنظومه الطبيه دول اتحاد الكومنولث كلها واحد هو المتاح اكتر حاجه في الفاميلي ميديسين لازم ال على فكره الاي ام سي دي اسهل حاجه واقل حاجه خالص بعدين لو في حد اخصائي اطفال هنا تمام
مفيش اي طريقه ما مش كده يا جماعه.